الكوري الجنوبي فأبقى سجله خاليا من الهزائم خلال التصفيات بتعادله مع ضيفه المنتخب الإيراني بهدف لهدف. ربحت إيران هدفها الأول بواسطة دون هيون كيم الكوري ضد مرماه، لكن كوريا الجنوبية تمكنت من إدراك التعادل قبل 9 دقائق من النهاية عبر بارك جي سونغ. التعادل رفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 16 نقطة في الصدارة، فيما خرجت إيران من التصفيات بعد تعادل السعودية وكوريا الشمالية.